أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة وعموم المدن السعودية خلال اليوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع حدود 30 درجة مئوية، المحسوسة 30 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء حارة بشكل عام، 40 درجة مئوية متوقعة في كل من تبوك وعرعر وسكاكا، أما الصغرى تكون ما بين 28 درجة مئوية و 26 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 42 إلى 31، مدينة جدة تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 29 درجة مئوية، مكة المكرمة 42 إلى 28 درجة مئوية، الطائف طقس صافي مع 33 إلى 23 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 30 إلى 20، أبها 31 إلى 21 درجة مئوية، أما جازان 37 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 41 إلى 30 مع طقس صافي، حفر الباطن 44 إلى 28، والإحساء طقس شديد الحرارة 46 إلى 29 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس صافي 43 إلى 31، بريدة طقس حار 44 إلى 29، وحائل 41 إلى 27 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.